هعرف الجمعة كده ان شاء الله عملي بعد جديد فيديو جديد وان شاء الله لحد الانتيات نشوف مين الفورم الثلاثين في الثلاث ارباط هو اللي هيكسب. شوف اللي هيبقى لنا حاجة ورا اللي هيخسر اللي هيخسر حاجة اصلا ورا بس هو اللي هيبقى get low when the whistle go. Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. يلا يا ابني يا جماعه الفيديو انا بقول الفيديو عجبكم واعملوا لايك وسبسكرايب واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وفعلوا زر الجرس يلا كده كده الفيديو ربكم الفيديو عجبكم سلام.